ومتابعينا بصباحنا، ووصلنا لأولى فقراتنا لليوم، ورح نحكي عن مشكلة أو عن مرض أو عن حالة كتير بيعانوا منها الناس، وخاصة خلينا نخص هيك صبايا، وهو ألم الشقيقة أو مرض الشقيقة. رح نحكي عن أعراضه، رح نحكي عن أسبابه، رح نحكي عن أبرز العلاجات وبأي عمر لازم نحن نبلش بعلاج الشقيقة، وشو هي أنواعه اللي منقدر نتخلص منها للشقيقة، وفي شقيقة دائمة يمكن ما نقدر نتخلص منها. مع الصيدلانية رشا المساعدة. صباح الخير رشا، يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. يعني كتير أخطاء شائعة، وعالم ما بيعرفوا يميزوا بين الشقيقة والصداع. أوقات بيكون عندهم صداع موسمي نتيجة الفصول، أي شيء كان سببه بيقول لك أنا عندي شقيقة. خلينا نعرف بالضبط شو هي الشقيقة. تمام. هلا مثل ما قلتي، المشكلة إنه صار أي صداع العالم عم تقول عنه إنه شقيقة. لا، الشقيقة هي عبارة عن صداع نصفي. هلا نحن في عنا صداع عنقودي، في عنا صداع توتري، بينما الصداع النصفي هو الشقيقة بحد ذاته. هلا كيف نحن بدنا نميز الشقيقة؟ دائما بيكون ألمها نابض، بيجي هو بأحد جانبي الرأس أو جانبين معا، يعني ممكن نص عم يجاني وهو الشائع أكثر، وممكن نصين سوا. بيجي ألمه نابض نتيجة تقبض وتوسع الأوعية، فلما عم يتقبض ويتوسع بيعطي شعور النبض، بيترافق معنا بغثيان وإقياء عكس باقي الصداعات. يعني بالعادة الإنسان الطبيعي لما يصيبه صداع ما بيصيبه لا يتنفس أو بحس حاله بده يقيأ أو شيء، لا، هون الشقيقة بتصيب. نوبة الشقيقة بتجي من 4 لـ3 أيام، من 4 ساعات لـ3 أيام. الصداع العادي ممكن نص ساعة ساعة بيمشي الحال. فهي هلا أهم الميزات اللي بتميز لنا مثلا الشقيقة عن الألم تماما، لأنه مثلا في صداع للجيوب، في صداع لكذا، هي كلياتها ما بتتميز، يعني هي أبرز الميزات بيناتهم. تمام. رشا، خلينا هيك شوي نحكي بأي عمر بتبلش الشقيقة، وأنا شوي هيك بالمقدمة خصيت السيدات أو الصبايا، لأنه كثير بنسمع إنه عندها شقيقة، ما بنسمع إنه عنده شقيقة الرجل. خلينا نحكي، هل صحيح هيدا الشيء، وبأي عمر ببلش هيدا الوجع؟ صحيح. هلا النساء هي اكثر بكثير، يعني دائما النساء هن اللي عندهم شقيقه، كثير كثير قليله نسبه الذكور المصابين بالشقيقه. الذكور بيصيبهم بالعاده الم صداع عنقودي، هو شائع عند الذكور. تمام. هلا باي عمر بيصيب؟ في سبحان الله ناس من 10 سنين، في عالم بتقول لك لا انه انا فجاه طلعت معي بعمر 30، عمر معين ما في، بس الشقيقه جاي اسمها من الشقيق كشقيقه، هي انه مرض مزمن بيضل مرافقك مثل الأخ لحتى الوفاة. لهذا السبب يسموه الشقيقة؟ لهذا السبب تسمى شقيقة. طيب شو له أسباب بيكون لحدوثه؟ ممكن يصير نتيجة صدمة، ما تعرض الإنسان لصدمة، أو نتيجة عوامل مؤثرة بتكون ممكن بيئية أو صحية، ولا هو خلص هيك بيجي فجأة وما يعني له أسباب محددة بتكون؟ لا، هو مثل ما قلتي هو فجأة، يعني هو منشأه عصبي. فهو طبيعة الأعصاب عند الشخص. هلا في عنا نحن شيء اسمه محرضات الشقيقه، يعني مثلا انا في اشخاص بتصيبهم 15 يوم ضمن خلال شهر 30 يوم 15 يوم شقيقه، يعني لهي الدرجه. مثلا في عوامل بتحرضها، مثلا بتكون الوحده مثلا مانع محطاطه من هي المحرضات. هلا الهرمونات هي ما فيها تحطاط منهم، مثلا اثناء الدوره الشهريه او قبل الحيض انه هون بيزداد عند الم الشقيقه. اضطرابات النوم، إذا نامت زيادة أو قللت من فترات نومها هون بتصيبها كمان شقيقة. في عنا بعض الأطعمة، هي مشتقات الألبان والأجبان، إذا مثلا اشتريتها ما نطازج كمان ممكن تسبب لها شقيقة. اللحوم الباردة، تناول كحول، كافيين كتير، يعني بتشرب قهوة كتير، تدخين، التعرض للأدوية. هلأ في شغلة كمان عند مريض الشقيقة، في شيء اسمه الأورا أو النسمة، هي بتصيب الإنسان المصاب بالشقيقة قبل النوبة بـ4 دقائق أو أحياناً ضمن النوبة. هاي الأعراض بتكون أعراض ضوئية، يعني بيصير المريض بس شاف مثلاً مثل ضوء ساطع، أو ما عاد شاف، صار يشوف بقع عمياء أو سوداء، أو مثلاً خطوط مزدوجة، هون بيعرف حاله انه انا خلص فتت بنوبه الشقيقه. رشا، كثير من الصبايا بيعانوا وقت الدوره الشهريه بألم الشقيقه بيترافق قبل بيوم او خلالها،
وبيروح. بس انت قلتي انه لا، الشقيقه هي بتستمر مدى الحياه. خلينا نحكي عن انواع الشقيقه، يعني شو هي ابرز انواعها، وعن جد انه في انواع ممكن انه هي تختفي وفي انواع ممكن هي تكون مؤقته. تمام. هلا هي بتكون مو انه انواع الشقيقه، هم بتكون حده الاصابه. يعني مثلا في اشخاص مثلا بيكون مثلا اصابتهم بالشقيقه اكثر من شخص ثاني، مثلا انا وحدا ثاني ما هو شقيقه بس هو اعراضه مثلا عم تجي مثلا مثل ما قلت لك 15 يوم بالشهر، انا لا مثلا بتجيني 3 ايام نوبه الشقيقه بالشهر. فهلا هي وحتى ما إلى مثلا لا عمر ولا مثلا عوامل مثلا تدخين بزيدها، بس مثلا ما شرط، يعني مثلا انا ممكن بعمر صغير بتكون عم بتصيبني اكثر من اللي عمره 40 او 50 سنه. طيب خلينا نرجع هيك شوي للأعراض، نحددها بشكل أكثر وضوح، وإذا بتختلف كمان من شخص للتاني، يعني ممكن شخص يحس بأعراض مختلفة تماماً عن شخص تاني ويطلع نفس الشيء نفس التشخيص اثنين معهم شقيقة. شو هي الأعراض اللي ممكن ترافق هذا الشخص وهذا الشخص اثنين يعني بنفس الوقت؟ تمام. هلأ مثل ما قلت لك الأعراض اللي حكيتها بالبداية هي عامة، بس حدتها ما أنا عامة، يعني هلأ مثلاً الأعراض بتصيب الكل، مثل الأورا اللي حكينا عنها، الحساسية للضوء، كمان الضجيج، اضطرابات النوم، هي كلها هلأ من الأعراض اللي قلت لك مثلاً اللي بتميز لي إنه أنا لما يصيبني شقيقة. غير إنه الأورا بتصيبني ممكن إنه أنا يعني ما نام منيح، هي كلها بتسبب لي غثيان وإقياء كمان. يعني هلأ أنا مثلاً لما صابتني النوبة صار عندي غثيان وإقياء، هون أنا ميزت إنه هذا الصداع لما عم يترافق بهاي الشيء معناها هذا حكما شقيقة، وخاصة إنه لما عم يكون مثلاً بيكون هون أكثر شيء أو ورا، هاي هون بيكون مركزه. خلينا نروح للعلاجات. أول شيء في علاجات منزلية أو اجتهادات شخصية، هي ممكن ربط الرأس بمفتاح أو حط شيء على العيون مشان ما يشوفوا الضوء، نوم لفترات طويلة بالعتم. خلينا نحكي يمكن عن أبرز الحالات الإسعافية أو الإسعافات الأولية يلي فينا نحن هيك نخفف هالآلام عننا. تمام. هلا أنا إذا إجتني نوبة الشقيقة فورا بروح باخذ الدواء اللي واصف لي اياه الدكتور، اما مسكنات الم غير ستيرويديه او مثلا في ادويه عصبيه تكون هي مشتقات تريبتان، هي حكما طبعا بوصفه طبيب، هو كمان بيكون موصيني بالجرعه اما 2.5 او 5. انا فورا بروح وباخذ الدواء تبعي. ضمن الحاله قبل الحاله ما بصير ناخذها، والله انا مثلا انا اليوم عندي مشوار بدي اخذ دواء احتياط، ما فيني، لا خلص بدها تصير بدها تصير طبعا ضمن النوبه انا باخذها. صارت معي واخذت وما تحسنت على الدواء. احسن شيء ممكن تعمل انك تستلقي بغرفه عاتمه هادئه، مثل ما قلت تغمض عيونه، وكمان في منهم بيحطوا مثل كماده مي على الجبين وخلف الرقبه بارده، هي صحيه صحيه بتقبض لنا عنها الاوعيه، فبيصير ما في تنبيه كثير قوي. تكون بارده ولا تكون متوسطه؟ بارده. طيب كثير يعني هذا العلاج بيكون مؤقت ولا ممكن يمتد لفتره طويله؟ لا، العلاج للاسف دائم دائم يكون، ما في تماما، وهي ما إلى علاج، هي نحن بنعالج الاعراض دائما، كلها علاجات مؤقته يعني بالنهايه. هلا خصوصا بالفتره الاخيره صايرين عم يلجؤوا كثير للبوتوكس، يعني هي تقنيه جديده، خلينا نعرف صحتها الحقيقة. مزبوط. صح. هلا الاغلب حيقول انه بوتوكس، انا بعرف للتجاعيد شو خصه بالشقيقه. هلا هو مبدا البوتوكس هو شلل العضله، ارتخاء العضله، يعني العضله بتكون عندي ماسكه، فنحن لما نحقن بوتوكس بتفرد، لما انشلت عنا العضله بصير ما عندي صلة تنبيهات او نواقل عصبيه، فنحن بنحقن حسب مثلا مكان، اذا كان هون عندي الشقيقه وجعها او اسفل الراس خلف الرقبه، نحن هون بنحقن بوتوكس فنحن بنشل العضله، وخاصه يعني اللي عندهم شقيقه بصير عندهم شد عضلي، فنحن لما حقنا بوتوكس خففنا من اعراض الشد العضلي. تمام. طيب رشا، نحن ليش ما بنعالج المشكله من اساسها؟ هي اكيد ما لها علاج، ولكن مثلا فينا ناخذ اي انواع من الفيتامينز اللي هي خاصه بالاعصاب، ان كان بيات او ان كان اي شيء خصه بتقويه الاعصاب، ولا لا ما لها علاقه؟ لا، هلا مثلا الفيتامينات مثل المغنيسيوم ما خاص بي، هلا المغنيسيوم هي لانه بتعمل على العضلات، بما انه نحكي انه هي شيء عصبي او هي شيء بالعصب. تمام. نحن بالعكس نحن بدنا نقتل الهيئات العصبيه يلي عم تغذي هي العضله. أوكي. ما بدنا اياها تغذيها، فنحن فينا ناخذ مثلا المغنيسيوم،
كثير بيحسن العضلات، بيصير مثلا التقلصات، بيقلل من تقلصات العضلات. وين موجود المغنيزيوم؟ خلينا نخبر متممات غذائيه بالصيدليه. انا بدي حبوب. لا، وين موجود بالاغذيه ايضا؟ موجود بعدة أغذية، يعني ما في أغذية معينة، مثلاً حتى بمشتقات اللحوم، بمشتقات بكل شيء، بالخضروات، بالموز، بالخضروات. طيب كم حبة بينصح إنه الواحد ياخد حبة المغنيزيوم؟ هلا 50 جرام باليوم كافية. 50 جرام يعني كم حبة تقريباً؟ حبة تجي 50 حبة واحدة كافية إنه الواحد مثلاً يخفف من التقلصات العضلية يلي عم بتصير. طيب بتساعده لفترة طويلة؟ يعني ثاني نهار هو بدها تجي نوبة الشقيقة، هو أخذ مغنيزيوم قبل بيوم، ممكن تجي الأعراض خفيفة كتير ولا ممكن تنفي؟ أو لا، هلا تنفي ما بتنفي، كلياتها بتخفف، يعني حتى البوتوكس اللي هو ما. طيب على المتابعة فيتامين. على المتابعة، حتى على المتابعه للاسف المشكله مثل ما قلت لك الشقيقه اسمها من الشقيقه، يعني لازمته بدها تزوره بس ممكن مثل ما قلت يعني اذا الواحد اخذ مسكنات اكيد حيهدى، يعني اكيد مثلا بدل ما تضلها مثلا من 4 ساعات لثلاث ايام، مثلا ثاني يوم على 4 ساعات بتوقف النوبه خلص. طيب رشا، كثير في من الناس بتلجا الى العلاجات الطبيعيه، مثلا يعني بعرف حدا استفاد على الغذاء الملكي انه ياخذوا شوي على الريق، او في اعشاب خاصه بالاوجاع تبع الشقيقه، وفي ناس راح من عندها هذا الشيء، يعني في ناس استفادت. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، العلاجات الطبيعيه للشقيقه. سمعتي انت حضرتك كصيدلانيه انه هل في ادويه من الاعشاب او وصفات عشبيه او اي شيء طبيعي فاد بتخفيف الالم او بزواله؟ ما بدنا نقول زواله لانه هي ما بتزول. هلا مثلا مثل اوراق الغار شيء عشبي، في عالم مثلا بتغلي وبتشرب هي المنقوعات بتقلك انه انا خففت، بس هلا انا كنسبه الي ما بنصح بهذا الشيء، انه انت عم تزور طبيبك، وهي اساسا الادويه مستخرجه من الخلاصات العشبيه، يعني اغلب الادويه هي اعشاب، فانا ليش مثلا لاخذ كميه زايده بصير عندي سميه؟ لانه هذا الشيء مثلا كثير طويل، علاجه طويل، ما نوع علاجه مؤقت مثلا صابتني يمكن مره بالشهر، لا هو اقل شيء 8 مرات عم تصيبه بالشهر. فلا، انه هون الادويه هي محدد لك النسبه اللي انت تاخذها بحيث انه ما يصير عندك سميه. فلا ما بجتهد انا شخصيا، ممكن قلت لك تتمرق وصفه اعشاب انه هيك مره، بس اني اخذها بشكل مستمر ضررها اكثر من فائدتها. طيب هلا حكينا عن العلاج بالادويه وممكن نلجا لبعض الاعشاب، يعني بعض الاوقات في ناس انا شخصيا ما بقدر لا اكل، يعني الادويه بدها اكل قبلها، يعني على معده فاضيه ممكن تعمل تقرحات بالمعده، ففي ناس ما بتقدر تاكل اثناء نوبه الشقيقه نتيجه الوجع الكثير، فبتضطر انه تاخذ ادويه هيك يعني على معده فاضيه، وبالنتيجه بتتاذى معدتها وبتصير عندها كمان مشاكل ثانيه. هون يعني عن جد الحاله هون كثير بتكون عصيبه نوعا ما، شو فينا نعمل نحن بهيك وقت؟ صح، هلا هي الادويه والمسكنات خاصه على معده فاضيه يعني كثير بتاذي المعده وبتعمل تقرحات. صحيح. فهلا هون يعني ما فينا الا نقول للمريض لو اي يعني ما انا عم اقول لك مثلا كل وجبه وعبي معدتك، لو سندويشه صغيره، لو لقمه، بس يعني كرمال انه ما يتضرر اكثر. فهلا هو بده يساعد حاله بحاله مثل ما بيقولوا كمان انه بده يحاول. وهلا مثلا في الادويه العصبيه بتكون ضررها اخف من المسكنات على المعده، مثل مشتقات التريبتوتان مثلا، هي يعني مو مثل لما انا مثلا باخذ ايبوبروفين او ديكلوفيناك، لا هذين كان بيعملوا لي قرحه، اما هدول لا، انه يعني اخف شوي. بلجا للادويه تمام، مو المسكنه القويه. تمام رشا، خلينا نحكي، حكينا شوي عن الانقاذ وهو البوتوكس، خلينا نحكي في انقاذ هو مساج، رياضه، شغلات هيك محدده يمارسها الواحد انه يكون لايف ستايل حياته لحتى انه هو هيك يخفف هيدا الالم. تمام، هلا مثل ما قلتي هلا مثلا المشي مضر عكس ما انه نحن بنتخيل بهي الحاله. حركه الراس مثلا، اذا حتى الكلام اللي بتصيبه نبض شقيقه، الكلام بيزيد بيحرض لك اياها بزياده. اذا كنت عم بمشي لا يفضل اني اقعد استلقي، بمارس مثل ما قلتي لايف ستايل، مثلا بعمل يوغا تبع اليوغا، رياضات الاسترخاء، كل شيء ريلاكس، المساجات الريلاكس، موسيقى كثير هاديه، ما شم روايح ما بحبها او كثير مزعجه او كثير قويه، هي كلياتها يعني بتزيد لي اياها.
صحيح، يعني خصوصا عن جد الروائح والاضويه كثير ممكن انه في ناس بتستغرب بتقول لك عن جد ممكن اني شميتي ريحه هي مش شرط تكون بشعه، ممكن تكون اي ريحه تركيزه قوي او مباشره عن جد تسبب صداع، عرفتي شلون؟ فبعض الناس بيتفاجئوا من هذا الشيء. طبعا لانه هو الشقيقه قلت لك مصدر عصبي، فهي بتاثر على كل الحواس، الشم، احيانا حتى التذوق، يعني اذا اكل اكله ما بيحبها او ضايقته تسبب له وجع راس. هلا احيانا الانسان العادي وقت يشم ريحه ما بيحبها، او مثلا الشقيقه ممكن يكون بيحبها للريحه بس اذا كانت قويه بتاذي، بس نحن الاشخاص العاديين نشم ريحه ما بنحبها بتقول لك ضرب على راسي الريحه وجعت لي راسي. يعني هون بيكون ما عنده شقيقه اذا قال هي الكلمه. بيكون عنده، لا اذا من الريحه اكيد شقيقه. يعني حكينا عن العوامل يلي بتزيد، ولكن هيك ما فينا ناخذ جرعه من الامل انه في حالات خفت عندها الشقيقه مع متابعتها للادويه، مع متابعتها لللايف ستايل الصحيح، او في حالات اختفت من عندها الشقيقه بتعرفيها؟ هلا طبعا في كثير، يعني مثلا في عالم مثلا ما قلت لك بتبلش بعمر العشر سنين، بعد كذا سنه بتخف عندهم الاعراض. هل صحيح بعد سن الياس عند السيده بتخف الشقيقه ولا بتزيد؟ هلا لانه هرموناتها ما عادت بتتغير مثل قبل، فبتخف عندها، صار في استقرار بالهرمونات. طيب هون السيدة يعني صارت دخلت بمرحلة سن اليأس، بتصير أكثر حذر، يعني ما فيها تأخذ أي أدوية ممكن بتضرها. خلينا هيك بس ندللهم شوي للسيدات، هدول نقول لهم شو نوع الأدوية أو شو يعملوا بهي الحالة. هلا بهي الحالة فينا ناخذ مسكنات ألم مانا قوية، مثلا ممكن باراسيتامول خفيفة تمام، هو للأوجاع الخفيفة بس ممكن تأثر فيهم أنه خلص أنا، لأنه هديت هرموناتهم ما عاد قبل، مثل ما قلت استرخاء، يدللوا حالهم. هلا هنا صاروا بعد الخمسين يروحوا مراكز التجميل على العنايات، يعملوا بوتوكس، كلياتها هي بتساعدهم. تمام رشا، لكن هيك خلينا نحكي قبل ما نختم مع حضرتك ويداهمنا الوقت، اليوم صار في حلول مؤقته، صار في شويه امل بانه تخف حاله الشقيقه عند السيدات وبعض الرجال يلي بتصيبهم اليوم. هيك خلينا نحكي كيف فينا نحافظ على غذائنا، على حياتنا، خاصة يمكن بالمراحل قبل ما تجي نوبة الشقيقة. تمام، هلا دائما الغذاء الصحي وبأي مرض، وأنا كل ما بطلع هون بقول لهم دائما إنه نوعية الغذاء هي عن جد بتأثر على حياتنا، على الأمراض، على كل شيء بيخصنا. فنحن مثل ما قلت لك، مثل ما بعدنا عن مشتقات الأجبان والألبان أو أكلناها بشكل يعني طازج، ما يكون إنه مثلا قديم، لحومات باردة لا، مثلا ناكل لحومات حارة مطهية جيدا، من بعد عن الكحول، عن التدخين، هي كلياتها بتغير. استرخاء، بعد عن الستريس، يعني الشخص اللي ما معه شقيقه وقت يكون مثلا بيصيبه اي ستريس تمام بيجعه راسه، فكيف اللي عنده شقيقه اكيد يعني من اي تصرف بيتوتر فيه. في عامل وراثي بالمرض الشقيقه؟ طبعا العامل الوراثي بيلعب 90%، يعني كل مريض شقيقه حكما عنده حدا بعائلته معه شقيقه. طيب خلينا بس هيك نوضح شغله، البوتوكس بيعطي نتيجة طويلة؟ يعني أنا هلا شايفة كأنه الحل الأمثل من بين كل الحلول الموجودة. تمام، هلا هو الحل الأمثل والأحسن، أحسن من ما ضل إني أنا ضل آخذ مسكنات. نتيجة البوتوكس بالعادة بتظهر من بعد أسبوعين لثلاث أسابيع بعد الحقن. هلا هو بكل الأحوال استفدتي أو ما استفدتي قبل ثلاث شهور ما بصير ترجعي تحقني بوتوكس. يعني حكما الفاصل بيناتهم ثلاث شهور. في عالم حسب ما أنا شفت إنه يعني على ثالث جلسة إنه بلشوا يستفيدوا، في عالم بدها 30 جلسة لتستفيد وتخلص حسب في عالم على حسب مثل ما قلتي حسب شدة الأعراض. طيب قبل ما نختم هيك خلينا بس خبرية إنه نحن إذا صار عنا بعض هي الأعراض كيف فينا نتأكد إنه معنا شقيقة؟ في صورة للرأس أو في تحاليل؟ هلا هاي الأعراض اللي قلت لك إياها بالبداية تبع إنه مثلا نصف نصف الرأس كذا، تمام في تصوير. يعني هلا مرض الشقيقه فورا بيروحوا عند دكتور الاعصاب، فهو هنيك عنده جهاز بيصور بيفحص الاعصاب بيبين معه كل شيء. تمام رشا، نحن كثير بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وسلامة قلب كل الناس. الله يسلم الجميع يا رب. شكرا لك رشا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك.